فضل قيام الليل. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وفي فضله أحاديث كثيرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئاً أشد من الصلاة في جوف الليل. فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. قال الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. ومن أشرف البواعث على قيام الليل الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه، وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام. قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه إياه، وذلك في كل ليلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا إلا رأيناه، أو نائما إلا رأيناه. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال الضحاك رحمه الله: أدركت أقواماً يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا من الليل 4، صلوا ولو ركعتين. ما من أهل بيت يعرف لهم صلاة من الليل إلا ناداهم مناد: يا أهل البيت قوموا لصلاتكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا 2 جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.